الحاجه الوحيده اللي انبسطت لها وانا عندي 34 سنه ان انا مش هغضب ربنا خالص، اقسم بالله ما هغضب ربنا ولا هستعجل. ربنا احلى احساس في الدنيا كده، تقعد تجري عشان تصلي وتدعي ووش ينور عشان صليت. الصحبه ما تصحبش حد وحش، اقسم بالله ما اعمل حاجه حرام تاني. السلام عليكم. انا لما ابتديت اعمل الفيديوهات ديت كان نيتي ان انا انقل كل حاجه وحشه شفتها او غيري شافها بطريقه جميله بضحك يعني، بس بعد الترحيب وبعد الطريقه الجميله اللي الناس عملتها معايا دي، لا انا هنقلها وهي وصريحه واللي يحصل يحصل. بص يا معلم، انت دلوقتي مصر كلها عايزه تشتغل، الشباب مستعجل جدا وكله عايز يشتغل في الحوادث بتاعت العربيات، وعايز يشتغل في تجاره العربيات، وعايز يعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. خلي بالك يا معلم، ما تبقاش مسعور عشان الحوار ده فيه حرمانيه، زي ما هو فيه حلال وفيه حرمانيه جامده وفي حاجات حرام جدا كانك بتشتغل في المخدرات فيها. وهقولها لك ازاي. انا عندي 34 سنه خلاص، من وانا عندي 12 سنه وعندي حلمين، ان انا اركب عربيه حلوه جدا متعدله انا اللي عاملها، وان انا افتح مطعم. وكنت بروح بقى اقعد اذاكر مع الشيفات واعمل مش عارف ايه واخش مطاعم واتعلم وبتاع، وبالليل اقعد مع مسدس السمكري خلاص. وفضلت اقعد 7 ساعات مع مسدس السمكري لحد ما وصلت الراجل ده كان فنان، كان العربيات بتدق لها رقم يعني شرعي بتيجي. الراجل ده كان بيجمع العربيه في 3 ساعات، اقسم بالله عربيه 5 حتت كان بيجمعها ويقفلها في 3 ساعات. تخيلوا، قعدت 7 سنين بتعلم الحركة دي بس، وبتعلم ازاي الراجل ده بيعمل كده، ومعرفتش اشتغل بايدي بس عرفت ان انا ابقى اتعلمها يعني. وصلت المرحلة بعد 7 سنين في 17 18 سنة كده، عرفت ان انا لو العربية 60 حتة هعرف اجمعها، هعرف اسحب الزرجينة بتاعتها ازاي، واعرف لما تخلص العربية البنطة بتاعتها اعمل ازاي، واعرف الزومبا تيجي منين، وامتى اقطع وامتى الحم وامتى ارجون وامتى اكسجين، واللي فاهم في العربيات عارف انا بقول ايه. جيت 17 18 سنة ابتديت اشتغل في العربيات، بقيت قوي الحمد لله. عرفت ان انا اجيب حادثة هعملها، وعرفت ان عربية 5 حتت هجمعها في 5 دقايق. عملت عربيتين، جبت موتوسيكل 400 على طول كده ب20,000 جنيه حادثة. اتغريت، فتحت فين بقى؟ فتحت في لايك ستيب، وجبت 2 من فلاحين كده عيال جدعان بتوع شغل، وربنا كرم. لا دي مش مقاش، ربنا كرم. واشتغلت ايه بقى؟ ما اشتغلتش بقى سمكرة ودهان زي ما امي لا 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 الله شغالة، لا اشتغلت حوادث وقطعيات ولحمات. عربية بمليون جنيه اتخبطت من جوه، تعالى هرجعها لك جديدة، وبعرف ارجعها جديدة، وعرفت ارجعها جديدة. دب دب مسكت ميتينات، مسكت 300، وفضلت شغال في الديرة كده، وفضلت اعمل عرب فلوس. اشتغلت مع السياحة والجمارك وفضلت اعمل فلوس متخلفة، وصلت ال 800، وصلت المليون، وكسرت المليون، وبقيت عيل صغير راكب بي ام، وراكب موتوسيكل ريس، وراكب عربية نيسان بروح بيها الحرفيين وباجي بيها الحرفيين، والبي ام بتاع بالليل والريس بتاع النسوان خلاص. اشتغلت، المهم وصلت للمرحله دي، لحد ما رحت يوم في الحرفيين لقيت راجل بيولول معاه كروز. في ايه يا عم؟ قال لك العربيه دي انا اشتريتها وانا تاجر، وبعت دهب مراتي والحاجات اللي هي بتاعت الافلام اللي بتتحكي دي، والعربيه اتخبطت بنبص لنا 3 حتت، حد يعرف يرجعها لي؟ المهم ببص على العربيه كده لقيت ان العربيه دي انا اللي عاملها من سنه. المهم عملتها للعربيه، الراجل عملتها له رجعتها له جديده تاني. الراجل عزمني في بيته، رحت دخلت بيته اتخضيت، عياله كلها، واحده دكتوره واحده مش عارف ايه، عم رزق ازيك عم رزق، واحدة دكتورة واحدة مش عارف ايه واحدة مش ايه. الكلام ده كان من 7 سنين يعني، من 5 سنين والله حاجة كده يعني، واحدة دكتورة حاجات تفرح. وانا بقى اللي كنت هلبس العيلة دي كلها في الحيط خلاص، وانا ما بشتغلش سمكرة ودوكل عادية، لا انا راجل بتاع دواخل برضو، اللي شغال في المجال عارف يعني. انا بعمل حتة قد كده باخد فيها 5,000 جنيه غير الشغل النظيف يعني، احنا بنعمل الحتة اللي مش عارف دعكة فين ودعكة فين ورجعها وسلمها مش عارف ايه الكلام ده كله. المهم رجعت حلفت اقسم بالله العظيم 100 يمين حلق. رجعت من البلد، الراجل ده كان من المحله، رجعت قلت اقسم بالله انا ما شغال الشغلانه دي تاني خلاص. ايه كان اخويا في السعوديه عنده مصنع في السعوديه، المهم رحت عملت عمره عنده وبتاع ومش عارف ايه، ورجعت من العمره قلت بقى ايه خلاص، مصر بقى كلها عايزه تشاركني، واصلا انا معايا اكتر من 2 مليون جنيه فلوس ناس بشغلها، لان انا بجيب عربيه مرسيدس ب 800,000 جنيه بشتريها، بصرف عليها مش عارف ايه ببيعها، ما حرام بقى فلوس حرام، خد شغلها. وفي المهنة بتاعتنا دي في ناس اسمها الخزنة يعني، في ناس اللي برضو اللي شغال عارف كده. المهم ان انا عملت الكلام ده كله، رجع انت حبيبي انت لازم تركب بي ام معدلة ماشي يا حبيبتي، شعراوي انت صاحبي لازم تركب مش عارف ايه ماشي يا حبيبي انت مش عارف ايه، ما هو انا شعراوي ده بيبيض فلوس خلاص. المهم يا جدعان انا مش هشتغل الكلام ده كله، انا مش انا هفتح مطعم. فجأة الناس دي كلها ولا كأنها تعرفني، اقسم بالله في ناس منهم ما كلمتنيش، راحت عملت لي محضر اصلا ما كلمنيش في حاجه. طب يا عم انت استنى، ما انا ممكن اوديك في 60 داهيه. لا انا عايز فلوس. طب يا عم ايه ده، طيب ما انا هشتغل حلال. المهم خد فلوسك خد فلوسك خد فلوسك وخلاص.
بس الدنيا اتقفلت في وشي وقلت ايه، طب انا مش مهم، طب اعمل ايه؟ طيب الناس دي اتبخرت، طب تعالى بقى انا اجرب اشتغل، تعالى السلام عليكم، عليكم السلام، انت كنت عامل اعلان عن مش عارف ايه وبتاع، طب تعالى نشاركك، انا ده انا مش مطعم، ده انا اسطبل. قلت له طيب هجيلك، رحت اشتغلت في اسطبل خيل، اقسم بالله مسكت الاسطبل، الراجل طلع عسل، الدكتور محمد علي خلاني شريكه. اشتغلت شويه قلت لا انا عايز مطعم، مشيت من المطعم ما لقيتش، لقيت واحد اسمه محمد طلعت واحمد ابو زلات، اتنين لواءات، وكان كان لواءات وعندهم شركات عقارات، شغلوني معاهم وبقيت مدير مش عارف ايه، وبقيت علامه من علامات مرسى مطروح. خلاص سبت الكلام ده كله، عايز اروح مطعم بقى، عايز اشتغل، نفسي افتح مطعم بس معيش فلوس. طب ارجع للناس اللي هي كانت عايزه تديني ملايين، لا تعالى اسلام ايه، نفتح لك مركز. خلاص هم عايزين شمال يا عم، هديك رديك، لا نفتح لك مركز. خلص كل ده، جت الايام ديت، قاعد اللي خلاني بتكلم في الحوار ده ان انا قاعد مع ناس من شويه والناس مش طايقاني ان انا مش عايز افتح كده. طب انا مش هفتح كده، طب انت خليك كده، انت مش لاقي تاكل، خليك كده، انت اقعد تدور على البنوك عشان حد يديك مليون جنيه عشان تروح تفتح مطعم، ما انت المليون جنيه اللي ممكن تجيبهم في قد كده. انا مش عايز اجيبهم. في حاجات بقى وانت في الشمال اللي انت مستعجل عليه ده مش هتلاقيه. ايه بقى؟ اول حاجه الحصانه من عند ربنا، انت ما عندكش حمايه، انت مالكش حمايه، انت كلب ولا تسوى، انت مفيش حد حميك، ربنا مش حميك، ربنا غضبان عليك. تاني حاجه الصحبه، انت كل اللي حواليك هيبقوا شمال. خلاص. تالت حاجه الستر، اقسم بالله ما ليك علاقه بيه ولا هيجي جنبك. ملخص الموضوع عشان انا وديتكم وجبتكم ما عرفتش افيد قوي، ان انا بتكلم تلقائي يعني، تستعجلش على الحرام، تستعجلش على الفلوس، ما تستعجلش على الفلوس، وحاجتين تعملهم في حياتك، تقرب لربنا قوي وتبعد عن الناس الوحشه. ما تقربش جنب واحده وانت شغال في مكان تسد نفسك تقول لك ايه ده، بس انت ازاي شغال في مطعم شكلها وحش قوي يعني، طب انا مش عارف، انا في ظهرك وانا في رجلك والكلام ده. لا لا لا، تمشيش مع واحد يشرب مخدرات. انا لما ربنا كرمني دلوقتي وبقيت زي الفل، بسعى في كل يوم واروح اقدم في كارد هنا وترفض، اروح اقدم في كارد هنا وترفض، وربنا يكرمني عاجلا ام اجلا، ربنا يكرمني، وكل شويه حد يقرص عليا ويجي لي يا ابني خد هنفتح كذا، هجيب لك عربيه كذا، هنعمل كذا، اقسم بالله ما اعمل حاجه حرام تاني، اقسم بالله ما هيحصل، رغم ان مصر كلها محلله اللي انا بقوله، بس انا استحرمته ومش هعمله، ومش هعمله تاني، اقسم بالله ما معلش انا بحلف كتير، بس اقسم بالله ما هعمله تاني في ثانيه، في فانوس سحري هيترد لي وهعمل كل حاجه في الدنيا. فانت ما تستعجلش على الحرام، ما تطلعش مجهودك كله في الايفون بتاعك وفي لبسك، اشتغل، ما تقعدش تدور على مصلحه اثار، ما تقعدش تدور على مصلحه شمال، ما تقعدش تدور على واحده تفتشها، ما تقعدش تدور على واحد تعمل عليه مصلحه، ما تقعدش تدور على الكلام ده كله، ملوش لازمه، الفلوس الكتير ملهاش لازمه، الستر هو اللي ليه لازمه، الجدعانه هي اللي ليها لازمه، انك تبقى بجح ومش خايف هو اللي ليه لازمه. ما تخليش حد، الصحبة ما تصاحبش حد وحش، ما تصاحبش حد وحش، خلي علاقتك بربنا جميلة. انا نفسي اتكلم كتير قوي في علاقتك بربنا، بس خايف عشان انا امكانياتي ما تسمحليش بكده، هغلط، بس علاقتك بربنا دي تحفة. كل الناس مستغربة، كل الناس شغالة في العربيات عمالة تتريق عليا تقول لي انت كنز بس انت فقري. لا انا فقري، انا مش هعمل حاجة حرام تاني، كل يوم بترفض الكارد بتاعي، بترفض من حتة، كل يوم اروح اقدم ورقي مش عارف ايه، يا عم انت جاي تاخد مليون، يا عم انا هفتح، واللي انا بقوله دوت انا ممكن اجيبه في 3 4 اشهر، كل الناس عارفه، كل الناس عارفه ان انا ممكن اجيب شغل من ليبيا، واجيب شغل من مش عارف ايه، واجيب شغل جمرك، واجيب شغل حوادث، وانقل ارقام شاسيهات، واعمل الكلام ده كله، ما حدش عارف يعيد عليا حاجه ولا عارف يطلع لي غلطه، لو قعد يراقبني اسبوع، بس اقسم بالله انا ما هعمل كده. حد من قرايبك، حد جنبك، حبيبتك، محنك، خريك، اي حد في الدنيا هيديك، هيخليك تقرص على نفسك ان انت تعمل حاجه غلط، ابعد عنه ايا كان مين هو، ايا كان مين هو. خلاص انا واحد النهارده من كتر ما هو مش عارف يعمل ايه وعايزني انا، بيقول لي اخوك بس اسلام انت اخوك بيشرب وبتاع مش عارف ايه، وجاي قدام الناس، طب انت بتقول لي ليه كده قدام الناس، عايز تهني؟ لا مش عايز اهينك، بس انا بقول لك ان انت في ثانيه ممكن تبقى مش عارف ايه وترجع تاني. طب وانت انت قفشت في اخويا اللي بيشرب وما قفشتش فيا انا عندي 34 سنه وعمري ما حطيت حاجه في بقي، عمري ما حطيت حاجه في بقي يعني، وسبت اخويا التاني المهندس، وسبت اخويا المحامي، وسبت ابويا الديزاينر، وسبت الناس دي كلها، وجاي تعمل فيها مش عارف ايه، ويقرص كل 5 دقايق حد بيقرص عليا، وده يقرص وده يقرص وده يقرص، بس السلام النفسي جميل. واللي ما يعرفنيش يسأل اللي يعرفني، يعرف ان انا كان معايا الكلام ده كله، وان انا في ثانيه ممكن اعيد الكلام ده كله، ومحدش هيعرف يمسك عليا حاجه، بس اقسم بالله السلام النفسي وربنا جميل. ولما تروح لربنا وتصلي
ما تدعيش بحاجة، ما تدعيش بواحدة، ما تدعيش بوظيفة، قول إيه؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن ربنا من حنيته ممكن يعمل يحقق لك دعوة أنت مثلا تقول على واحدة أنا نفسي فيها، فربنا يفضل مخليها معاك، بس هو ربنا عايز يرضيك لكن هي مش خير ليك، فسيبها لربنا، استحمل، ربنا يرس عليك شوية لما تقول له لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. انا مش شيخ والله، بس انا مبسوط قوي ان انا علاقتي بربنا بقت جميله كده. اه معلش، ومش هتكسف، ما انا واحد ساحل وجونه وغضب ربنا، غضب ربنا، وفجاه مبسوط يعني عسل وراضي قوي، وكل يوم بتعسر وكل يوم بيداس، وانا عمري ما هستسلم. علاقتك بربنا حلوه، ما تفضلش تدور على مصلحه شمال، دور على مصلحه يمين. نص الناس اللي اعرفها عايزه تشاركني في مشروعي، وعايزه تشاركني في مكاني ان انا احقق حلمي واعمل مطعم بتاعي، بس انا مش هدخل مكاني حاجه حرام، ولا هعمل حاجه حرام تاني، ولا عايز اركب بامات تاني، ولا عايز اعمل الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي انبسطت لها وانا عندي 34 سنه ان انا مش هغضب ربنا خالص، اقسم بالله ما هغضب ربنا ولا هستعجل. انا عشت الحياه اللي انت كلكم يعني اللي اغلبنا بيسعى فيها، دلوقتي تبقى انت شغال شغلانه جامده جدا وراكب عربيه جامده جدا وعندك الشاليه الفلاني ونسوانجي ومش عارف ايه، نسوانجي ايه؟ ربنا، ربنا اعلى احساس في الدنيا كده، تقعد تجري عشان تصلي وتدعي ووش ينور عشان صليت، يعني ربنا. مش عايز اطول، يا رب يا رب يا رب كرمنا كلنا، ويا رب يحقق لكل واحد حلمه، وانه خير لو انت شمال الشمال، لو انت شمال الشمال، لو انت كده افضل شغل دماغك على مخك يشغل دماغه على قلبك ان هو يصفر ربنا مرتين تلاتة، هتيجي في دعوة منهم هتبقى زي الفل، وتدعيلي.